حاجة غريبة جدا في الصين، حتى الثورة الشيوعية ما انكرتش تاريخ ما قبل الثورة الشيوعية، لكن هيكل مشكلته في موقفه ان هو علماني متطرف، مشكلته ان هو مش عايز يقبل الاسلام السياسي اللي هم بيسموه اسلام سياسي، يعني مش عايز يقبله اطلاقا، فدايما له ملاحظات حادة جدا على الحركة الاسلامية ورأيه انها مش هتفلح. فده رأي عقائدي علماني اصيل، وبالتالي عنده، وانا وده السبب ان انا توقفت في الحوار معاه، كنت بقابله لحد ما حصل موقف مش عايز اقوله، يعني انه حصل بيني وبينه بشكل شخصي يمس العقيدة الاسلامية، فقلت ان انا مش هقابله تاني. بس انت مصر ان انت ما تقولش هذا الموقف، يعني ما هو كفاية اللي انا قلته كده. لا يعني اتأكدت ان هو يعني غير متدين، يعني كفاية، يعني صرح لي ان هو ملحد، يعني فاذا صرح لك بشكل مباشر. لا انت مصر تعرف القصة. لا هو صرح لك، لا يعني هو من حق المشاهد ان يعلم، يعني حتى الاستاذ هيكل لما بيتم استدعائه فممكن ناس يعني بتنظر اليه ان هو مفكر كبير ولكن امر لله باعتبار ان دي شخصية عامة. لا هو كان فطر في رمضان واصر ان انا افطر، فقلت له يعني كفاية ان انا سايبك اكتشفت ان انت فطر، ومن غير ما يقول لي ان انا تعبان مثلا او باخد دواء، فهو مصر انه يفطر في رمضان. وانا بمناسبة فنجان القهوة ده، قال لي اجيب لك قهوة. قلت له يا استاذ هيكل انت عارف ان انا صايم. فقال لي يا عم سيبك من الكلام ده، ما تاخد قهوة. قعد يكررها عدة مرات بجدية شديد. وقد جاوز 90 من عمرك. لا مع لا ده الكلام ده من 10 سنين. كان جاوز 80 برضه يعني. فلا اصل انك لا تهدي من احببت، وانا معجب بكتاباته كصحفي. صحيح. فهو هو متطرف ضد الاسلام وضد وبالتالي ما لا يرى ان في حاجه اسمها مشروع اسلامي، وان ما يسمى المشروع الاسلامي، قول يا سيدي معايا، ده جاي نتيجه ان في ازمه. عارف الملحدين ما يقول لك ايه؟ يقول لك ده تدين لانه عنده ازمه نفسيه، فراح مطول دقنه وبقى بيروح المسجد، ساعات تطلع في بعض الافلام. فهو فهمه ان المشروع الاسلامي جاي لان الامه في ازمه، فالامه في ازمه فاصبحت مجذوبه من المجاذيب يعني، فبدات تصلي كتير وتصوم كتير، لكن ان شاء الله هتتعالج، او ان شاءت الطبيعه بقى، مش ان شاء الله، ان شاءت الطبيعه تتعالج. فهي ده، فالحقيقه هو الحقيقه مبدئي في الحكايه دي، وتحليلاته بتنصب من هذا الاتجاه او من هذا الجزء، من هذه الخلفيه اللي بيتحدث بيها. صحيح. طيب رأي ولا عشر الإخوة، وهذا هو المستر براون أحد رجال البحرية البريطانية، كان يعمل في بلاد الهند، ولما قرأ قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لما قرأ البحار هذه الآية التقى بأحد علماء الهند المسلمين وسأله هذا السؤال: أركب محمد البحر؟ هل محمد ركب البحر؟ قال له العالم المسلم: لا، لم يركب رسول الله البحر، انما قضى حياته يمشي في البر. فقال: من الذي علمه اسرار البحر؟ وهو لم يذهب الى البحرية ولم يجلس امام استاذ، ان الذي علمه اسرار البحر هو علام الغيوب. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هؤلاء كانوا كفارا، اسلموا لما قرأوا القرآن، وهذا متمثل يدعو الى التشكيك في الحقيقة، يقول اننا متطورون وقد
تؤمن بماركس، هل ماركس أفضل من محمد؟ ماركس الذي كان ينادي بأعلى صوته قائلا الأخلاق قيد لا محل له. جاء الحبيب محمد فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا تؤمن بماركس يا زكريا ولم تؤمن بالحبيب محمد؟ ولحساب من يا رئيس تحرير الأهرام؟ لحساب من؟ لحساب من تنشر هذه المقالات على أسماء المثقفين؟ لحساب من والجيش اليوم يقوم على المؤهلات والمثقفين؟ لحساب من؟ ولكن أنا لا أناقشك الحساب، فقد سبق أنك نفسك كتبت عن الإسلام وقلت كان في مصر رواسب من العصر الإسلامي والعصر التركي وعصر المماليك. سمى الإسلام رواسب، سمى الإسلام رواسب، وقلت إن السبب في فرقة الأمة الإسلامية هو تعدد الزوجات. اشترعت على الله يا هيكل في بلد نسي الله، وجدت من يروج لك الأحاديث، ونشرت للمشككين، وأنت تعلم أن جريدتك أوسع الصحف انتشارا في مصر. حسابك على الله. ولقد كان العجب عندما عقد التلفزيون البريطاني حلقة منذ شهر مضى استدعى فيها نخبة من أصحاب الأقلام والفكر، حضرها الصحفي الأوحد محمد حسنين هيكل ومحمد سيد أحمد الشيوعي ومندوب من الامن القومي الامريكي. فماذا قال الثلاثة عن الاسلام؟ اسمعوا ماذا قالوا عن الاسلام. قال مندوب الامن القومي الامريكي ان الاسلام يمثل الان ثلث سكان العالم ويحتل ثلث مساحة الأرض، وإنه ينتشر ويزداد كل يوم، لأنه دين يخاطب العقل ويتمشى مع المنطق. ولذلك ما من يوم يطلع فجره إلا ويزداد الإسلام انتشارا. فماذا قال صحفينا؟ ماذا قال السيد هيكل؟ قال مدير الحلقة: فما رأي الأستاذ هيكل بوصفه من المسلمين؟ أترى أن الإسلام سينتشر؟ ثم أترى أن المسلمين ستقوم لهم وحدة على وجه الأرض؟ قال السيد هيكل بالحرف الواحد: أما أنا فأرى أن الإسلام لن ينتشر ولن يتحد المسلمون، وأسأل الله ألا يأتي هذا اليوم. هذا هو المسلم المصري الذي أكل من خير الإسلام وتوجه إلى قبلته موسكو أو لندن أو واشنطن. أما سيد أحمد الشيوعي الملحد الأحمر فقال إن الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية.
الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية، ويجب أن يقضى الإسلام قبل أن يزداد خطره. من قائل هذا الكلام؟ محمد سيد أحمد. ويا للأسى، يا للأسى عندما أرى صحفيا مصريا يتوجه إلى ألمانيا في عام 1950 ويجلس مع أحد رجال الفكر الألمان ويدور الحديث بينهما عن الإسلام، فأقول الصحفي إن الإسلام هو الذي أخرنا. هكذا يقول الصحفي المصري المسلم، أستغفر الله، المتمسلم، يقول إن الإسلام هو الذي أخرنا. يا مسلما يدعي الإسلام مجانا، هل أقمت على دعواك برهانا؟ فقال له الصحفي الألماني عجبت لك يا أخي، الإسلام هو الذي أخركم، تعال معي لنزور أحد المستشفيات في مدينة برلين. وذهب إلى برلين ودخل أحد المستشفيات وتوجه إلى غرفة العمليات، وإذا على بابها قد كتب ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن آدم نقيمات يقل صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. يا للأسى، يا للأسى، يا حسرة على العباد. قال الألماني للمصري الجحود الكنود أتعرف محمدا هذا؟ قال المصري إنه نبينا. نبينا، نبي الإسلام الذي تدعي زورا وبهتانا أنه أخر بلادكم. قال الألماني هذه العبارة الحزينة، يوسفني يا أخي أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروحه في بلادنا. نعم، هناك صدق وهناك أمانة وهناك نظام وهنا غش وهنا كذب وهنا نفاق، هناك رأي وهناك حرية وهناك تمحيص، والأمة العربية انشقت على نفسها واصبح حالها كحال الغنم الشريدة في الليلة الشاتية، والمسجد الأقصى يبيت يشكو لربه ظلم العباد. أمة بلا قرآن لا تساوي شيئا، وأمة بالقرآن تساوي كل شيء. وأصبحت صحفنا اليوم تبكي وتتباكى لأن رئيس باكستان محمد ضياء الحق، أسأل الله أن يجعله ضياء وأن ينصر به الحق، فقد أقام للإسلام دولة في باكستان، أمر بإقامة الصلاة في المصالح، وأمر كل مدير أن يكون إماما لرجال المصلحة عندما يؤذن المؤذن بالصلاة، وألغى الربا من البنوك، وحرم الخمر وبيعها وشربها. وبعد ذلك تباكت صحفنا اليوم لأنه نفذ حكم الله في رجل خرب البلاد اسمه بوتو.
تباكت صحفنا لماذا نفذ فيه حكم الاعدام؟ لماذا لم تتباكوا عندما علق رأس عبد القادر عودة في حبال المشامع؟ لماذا؟ لماذا لم يجرؤ سائل ان يقول لماذا شنق سيد قطب؟ ان من الجرائم التي لا تنسى قمنا بالسلامة ويجي الدجال اللي اسمه محمد حسنين هيكل اللي هو كبير الاشتراكيين في مصر، اغنى اشتراكي في مصر. اشتراكي ايه؟ اشتراكي ايه ده بقى؟ ده بقاش مصري. ده حسنين هيكل ده اللي كان طول النهار يتكلم عن اشتراكيه، لان الصوت طاغر على الجمعيه عشان فرقه، يكتب ثاني يوم في الجورنال هذه ظاهره صحيه لان الشعب قبل ذلك لم يكن معه ما يشتري به الدجاج، فاصبح معه مال يشتري به الدجاج فتزحم على الجمعيات. شوف الدجال المصري الى ان اصبحنا في الاوتوبيسات يقول وتلك ظاهرة صحية لان الناس قبل ذلك لم يكن معهم ما يركبون به فكانوا يمشون على اقدامهم، فلما كثر المال في ايديهم تزاحموا على المواصلات. دجل دجل يا سيدنا الشيخ، عشنا فيه، عشنا في الدجل ده لغاية البلد ما اكتشفوا مر الشكوى النهاردة. كل واحد في مشته هبشة وقال مدد يا سيد، زي القراجة اللي فتح مصنع في طنطا، مصنع حرام حالية، وبعدين كل ما يدخل المصنع يلاقي عامل ماسك علبة 50 × 5 كيلو وعمال ياكل تحت. يا خبيب انت بتعمل ايه؟ يقول له شال الله يا سيد، مدد يا سيد. الخواجة فلت وقال روح امريكا. يا خواجة الصورة انت عملت ايه؟ قال له المصنع فلت. ازاي؟ قال له مصر كله كويس بس فيه واحد سيد مش كويس.